عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ إن شاء الله بخير. إياكم سيد حسين عالم أبل للتعلم على آيفون. قبل أن نبتدي اضغط زر اللايك واشترك في القناة إذا كنت مو مشترك، وفعل زر الجرس حق يصل كل جديد. أوكي شباب، اليوم موضوعنا هو عن طريقة شبك جهاز يتحكم بلاي ستيشن 4 على الآيفون. طبعا هذه الميزة اللي قلت لكم عنها سابقا في الفيديو، اللي راح تلاقون رابطه او الرابط في الوصف، او راح تلاقي كارت على اليمين او على اليسار على حسب لغه جهازك. طبعا يا شباب ايضا في ميزه اخرى ان شاء الله راح اشرح عنها بكره او بعد بكره. على العموم يا شباب خلينا نبدا في صلب الموضوع. اول شيء قم بالدخول للاعدادات بلوتوث، نخلي الجهاز، نجيب يد التحكم الخاصه بالبلاي ستيشن، نقوم بالضغط على الزر PS وShare مع بعض في نفس الوقت. ثم ما تلاحظون بدأ بالوميض، نخليه على صوب، نجيب الآيفون، نقوم بالضغط على كلمة اسم يد التحكم الخاصة فيكم. مثل ما تشوفون يا شباب سوى كونكت. الآن نقوم بتجربة لعبة اسفلت 9 ليجنز، فبسم الله. كما ترون يا شباب حتى يقولون لكم عن طريقة اللعب باستخدام الجويستيك او اليد، شيء بسم الله شباب ليتس جو. شاهد عيونكم فيك اول كنترولر، ليتس جو. عيونكم شباب بس ابلع شيخ ابلع. مثل ما تشوفون يا شباب على العموم انها هي نجحت، فخلنا الحين نجرب لعبة ماينكرافت. هاي ماينكرافت واللعبة شغالة، بس طبعا التحكم غير، الاو تطير وضربتين عشان تنزل، الار2 تقوم بالتكسير، وايضا اللي هو هاي. طبعا يا شباب هاي الحبات ال1 والR1 تقوم بالتبديل في قائمة الانفنتوري مثل ما تشوفون. الطريقة واضحة وسهلة، بس لازم تتدرب على هذا بالبناء مثل ما تشوفون. فبس شباب وصلنا الختام. قبل أن أختم حبيت أقول لكم راح يطلع استفتاء حاليا فوق على اليمين أو على اليسار، هل تريدون أني أنزل سلسلة تطبيقات أو ألعاب تدعم جويستيك البلاي ستيشن 4؟ طبعا راح تكون يوميا، عفوا في يوم واحد في الأسبوع، فإذا حبيتون هالشي اكتبوا لي تحت في التعليقات، وأيضا شاركوا في الاستفتاء اللي راح يطلع فوق. وبس يا شباب السلام.